بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا مع بعض اولى محاضرات الخرائط الطبوغرافيه. هو المفروض ان الماده الخرائط الطبوغرافيه بتقول لنا يعني ايه خريطه طبوغرافيه وايه مكونات الخريطه الطبوغرافيه، وبناخد كل جزء في الخريطه الطبوغرافيه سواء المحتوى او الشكل الخارجي للخريطه الطبوغرافيه، وازاي احلل الخريطه الطبوغرافيه بنوعين سواء تحليل بصري ان انا اوصف الخريطه الطبوغرافيه او تحليل كمي طلع منها بقى ارقام وحل الخريطه الطبوغرافيه بشكل كمي. لكن قبل ما نبدا ان شاء الله في كل ما يخص الخريطه الطبوغرافيه المفروض يبقى عندنا قاعده من المعلومات العامه عن علم الخرائط. ده هيبقى متمثل في الفصل الاول اللي هنعرف بعد كده ان الجزئيه دي مهمه جدا واحنا لما نيجي نشتغل في تحليل الخريطه الطبوغرافيه. اول جزئيه هناخدها في المفاهيم العامه في الخرائط هي انواع الخرائط الجغرافيه، هي انواع الخرائط الجغرافية عندي إن شاء الله، وهندرس ثلاث أنواع من أنواع الخريطة الطبوغرافية. أول حاجة تصنيف حسب مقياس الرسم، حسب مقياس الرسم. تاني تصنيف حسب الأسلوب المستخدم في رسم الخريطة، الأسلوب المستخدم. ثالث نوع من أنواع الخرائط الجغرافية هو حسب الوظيفة، وظيفة الخريطة. تمام كده. أول حاجة حسب مقياس الرسم عندنا أربع أنواع من أنواع الخرائط حسب مقياس الرسم. أول حاجة خرائط كبيرة المقياس، كبيرة المقياس. تاني حاجة خرائط متوسطة، وصغيرة. وآخر حاجة هي الخرائط العامة أو الخرائط الحائطية. بالنسبة للخرائط كبيرة المقياس دي طبعا اللي بيبدأ مقياس رسمها من 1 لـ500 أو 1 لـ1000. الخرائط ديت غالبا ما بيستعملها المهندسين مش الجغرافيين غالبا، لان كل 1 سنتيمتر على الخريطة بيمثل او يساوي، دي لو قسمناها بيمثل 5 متر. طبعا التفاصيل بتاعه الخريطه دي تفاصيل دقيقه جدا، بيجيب يعني كل سنتي بيمثل 5 متر. تخيلوا مقدار التفاصيل اللي موجوده في الخريطه دي. ودايما الخريطه دي بتستخدم في الاعمال الهندسيه فقط، نادر اول ما جغرافيين يستخدموا خريطه كبيره المقياس. في نوع تاني من انواع خرائط كبيره المقياس او مقياس تاني اللي هو واحد اللي بنقول عنها احنا خرائط تفصيليه او خرائط كادسترال او فك الزمال، اللي هي 2500 و1 لـ5000 و1 لـ10000. دي اللي احنا بنستخدمها اللي بنقول عليها خرائط استخدام الارض او فك الزمام او خرائط الكادستر. دي طبعا زي الخرائط الزراعية وخرائط المدن اللي احنا بنستخدمها لما بنيجي نشتغل ريف او ايه او ممران. تاني نوع من انواع خرائط هو خرائط المتوسطة. خرائط المتوسطة المقياس اللي هي بنقول عليها بقى الخرائط الطبوغرافية. الاشهر في مصر منها هي بتبدأ من مقياس 1 لـ25000، 25000 لحد 1 لـ150000، 1 لـ100000 قصدي، 1 لـ100000. أهم الأشهر نوعين في مصر 1 لـ25، 1 لـ50، 1 لـ100000. دي الخرائط الطبوغرافية، دي بتبقى عبارة عن خرائط فيها تفاصيل طبيعية وبشرية، بنستخدمها عادة احنا بشكل كبير جدا في مصر. الخرائط الصغيرة المقياس بقى دي بتبدأ من 1 لـ¼ مليون، من 1 لـ¼ مليون، 1 لـ¼ مليون اللي هي 250000 إلى
خرائط صغيرة المقياس دي بتبدأ من واحد لي 150,000 قصدي، لحد واحد لي ربع مليون. طبعا دي بنستخدمها لما أكون بشتغل على إقليم معين زي مثلا الشرق الأوسط، أفريقيا، بتبين تفاصيل. أي نعم، من مش كبيرة، لكن أنا بحتاجها حسب المشروع اللي أنا بستخدمه. آخر نوع من أنواع الخرائط هي الخرائط الحائطية، دي اللي بيبدأ من 1 لـ5 مليون، لحد 1 لـ500 مليون. طبعا دي احنا عارفين ان احنا بنستخدمها في الكتب الدراسية. الخرائط الحائطية اللي بعلقها على الحائط دي مجرد بتبين التفاصيل العامة جدا في الخريطة، زي مثلا الأنهار، الحدود السياسية، الحاجات دي. دي أنواع الخرائط حسب مقياس الرسم. تاني نوع قلنا حسب الأسلوب المستخدم. تاني نوع حسب الأسلوب المستخدم، عندي مثلا خرائط خطوط التساوي، مثلا خطوط التساوي، خرائط النقط الكمية مثلا، كده خرائط مثلا الكروبلس. الثلاث خرائط دولت اتسموا على اساس الاسلوب اللي انا استخدمته في رسم الخريطة، فاهمين؟ يعني انا ليه سميتها خرائط خطوط التساوي؟ عشان انا استخدمت اسلوب او طريقة خطوط التساوي في رسم الخريطة دي. هنا استخدمت النقط الكمية عشان ارسم خرائط النقط الكمية، استخدمت الكروبلس او التظليل عشان النسبي عشان ارسم خرائط الكروبلس. في ثلاث انواع يعني ممكن ادرجهم من اهم الخرائط حسب الاسلوب المستخدم، هما واحد خرائط خطوط الهاشور او خرائط الهاشور، اتنين نقاط المناسيب، تالت نوع هي خرائط الكونتوري. ماشي. ايه يعني ايه خرائط خطوط الهاشور؟ خرائط خطوط الهاشور دي خريطة بتستخدم بس لتوضيح درجة الانحدار ومدى التضاريس في المنطقة. يعني مثلا هي بس بتبقى عبارة عن خريطة كده فيها مجموعة من الخطوط حسب درجة الانحدار بتاع هنا، مثلا يبقى الخطوط متوسطة، هنا الخطوط كتيرة. هنا كل ما اعرف ان الخطوط قريبة من بعض كل ما احس بدرجة الانحدار، درجة الانحدار هنا عالية، درجة الانحدار كل ما الخطوط او الخطوط بتاع مسافتها كل ما درجة الانحدار ايه بتقل. ماشي. هي بتديني احساس التضرس، لكن مشكلتها ما اقدرش اطلع معلومة كمية منها، مجرد احساس التضرس وخلاص. تاني نوع من انواع الخرائط هي خرائط نقط المناسيب. خرائط نقط المناسيب دي عبارة عن خريطة، كده وموجود عليها 30، 50، 90، 120، 300. الرقم ده معناه دوت ارتفاع، النقطة دي عن سطح الأرض، عن سطح البحر قصدي. انا برسمها ازاي؟ بروح اشوف ارتفاع المكان ده وبسجل. هي طبعا خريطة ممكن تديني معلومة كمية ان المنطقة دي ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 90، المنطقة دي ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، يعني بتديني معلومة كمية، لكن للأسف ما تدينيش احساس التضرس.
يعني انا لما بشوف الخريطة كلها ارقام بعرف منها قيمة رقمية وبحلل الخريطة اللي عندي، لكن للأسف انا مش حاسس بتدرس فيها. تالت نوع من انواع الخريطة الخرائط حسب الاسلوب المستخدم هي الخريطة الكونتورية. الخريطة الكونتورية الاساس بتاعها اللي اتبنى عليه هي نقط المناسيب. بس انا بعمل ايه بقى؟ ادي عندي خريطة اهي، هنا 30 وهنا 30 وهنا 30 وهنا 30 وبعد كده 60 60 60. احنا اتفقنا بقى ان 30 دي معناها 30 ارتفاعها 30 على مستوى سطح البحر. انا بوصل كل ال 30 ببعضه، كل ال 60 ببعضه، كل ال 120 ببعضه، وهكذا. خلاص. طبعا الخريطة الكونتورية هندرسها بالتفصيل، لكن هي معتمدة في الأساس على نقط المناسيب، وأنا بوصل بالأماكن المتساوية في الارتفاع. والهدف من الثلاث خرائط دول سواء الهاشور أو نقط المناسيب أو الخريطة الكونتورية، كلهم بيوضحوا إيه؟ بيوضحوا الهدف منهم إظهار تضاريس سطح الأرض. خلاص. ده تاني نوع من انواع الخرائط او تصنيف. من تالت تصنيف بقى حسب الوظيفة، هتلاقي في الكتاب حسب الوظيفة، هتلاقي في الكتاب بقى محطوط لك حوالي 15 كده، 15 نوع من انواع الخرائط. كل اللي عليكي يعني مثلا خرائط المورفولوجية بتوضح نوع معين من انواع الخرائط، الخرائط الجيومورفولوجية بتوضح نوع معين من انواع الخرائط، كل يعني كل خريطة الطبوغرافية بتظهر تفاصيل معينة. مطلوب منك بقى انك تحفظي كل نوع، كل نوع من انواع الخرائط، وكل نوع وظيفته ايه، ودي مهمة جدا 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 ان شاء الله. خلاص. دي بالنسبة لنا كده انواع الخرائط. بعد كده هتكلم بس عن جزء النظري خاص بمقاس الرسم، عشان المحاضرة بإذن الله انا هسجلها لكم، ودلوقتي برضو هتبقى عن مقياس الرسم ولكن عن الجزء العملي فقط. طبعا احنا عارفين ان مقياس الرسم عبارة عن ايه؟ المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. بمعنى ايه؟ لو انا عندي مقياس رسم 1 لـ100 ألف، ده معنى ايه؟ معناه كل 1 سنتيمتر على الخريطة بيمثل او يساوي 100 ألف سنتيمتر على الطبيعة، اللي هي 1 كيلومتر، اللي هو 1 سنتيمتر على الخريطة بيساوي 1 كيلومتر على ايه؟ الطبيعة. عندي كذا نوع من انواع مقياس الرسم. اول حاجة المقياس الكتابي او مباشر. تاني نوع من انواع مقياس الرسم هو المقياس النسبي او الكسر البياني. ثالث نوع من انواع هو المقياس الخطي والمقياس المقارن الشبكي، قصدي اخر نوع. ماشي. بالنسبة للمقياس الكتابي، المقياس الكتابي سمي كتابي عشان الحالة اللي عليها المقياس بتكون كتابية. يعني ايه؟ يعني انا بكتب كل 1 سنتيمتر على الخريطة بيمثل او يساوي 1 كيلومتر على الطبيعة، مش لازم طبعا واحد، انا بس بوديكي مثال، فاهمني؟ الحالة اللي عليها مقياس الرسم هي مكتوبة كتابة. خلاص كده. ميزة المقياس ده ما بيحتاجش لأي عمليات حسابية، هو مكتوب خلاص ومعمول. لكن عنده مشكلتين، لا يصلح للتصغير والتكبير، وكمان مشكلة اللغة. خلاص. يعني انا المفروض ان الخريطة ديت يعني حاجة عالمية، يعني وثيقة عالمية ممكن اتداولها، لكن انا لو عندي خريطة معمولة بالمقاس بتاعها كتابي ومعمولة بلغة معينة انا مش قادرة احلها، فطبعا صعب عليا ان انا يعني افهم مقياس الرسم.
تاني نوع من أنواع مقياس الرسم هو مقياس النسبي أو الكسر البياني. طبعا نسبي سمي نسبي أو كسر البياني لأن الحالة اللي عليها المقياس يا إما نسبي 1 على 100 ألف كده، يا إما 1 كسر بياني على 1 إلى 100 ألف، أو 1 على 100 ألف. خلاص الحالة اللي عليها المقياس. طبعا ده حل مشكلة اللغة، دي مجرد أرقام لكن هو محلش مشكلة التصغير والتكبير. خلاص تالت نوع من أنواع مقياس الرسم هو المقياس الخطي. المقياس الخطي بيبقى شكله كده، طبعا الوحدات دي بتبقى متساوية، الوحدات دي متساوية هنا مثلا 0 2 4 6 8 كيلومتر. خلاص الصورة اللي عليها بيبقى خط، عشان كده سميها مقياس خطي. خلاص كده هو حل مشكلة اللغة وفي نفس الوقت حل مشكلة التصغير والتكبير، ماشي. لكن مشاكله ان هو بيحتاج في رسمه لعمليات حسابية، يعني مش اي واحد يقدر ليه. في نوعين من المقياس الخطي، مقياس خطي عادي ومقياس خطي مقارن. العادي زي ده، المقارن يعني له وجهين، يبقى واحد مثلا بالكيلومتر والتاني بالأميال. ادي كده 2 وكده مثلا 4 وبدل الكيلومتر ميل، يعني له وجهين المقارن، وجه كيلومتر والوجه الآخر ايه أميال. تمام كده ده المقياس الخطي. هناخد بعد كده دلوقتي ان شاء الله في المحاضرة الجاية او في الفيديو الجاي ازاي يعني اعمل العمليات الحسابية على انواع المقاس، لكن ده بشكل سريع دي انواع المقاس الرسم. اخر نوع هو المقاس الشبكي. المقياس الشبكي انا عندي جزئية من المقياس الخطي عايزة اوضحها بشيء من التفاصيل. بمعنى ايه؟ معنى مثلا ان ده ان دي كده سنتيمتر، السنتي ده عايزة اقسمه لاكتر من جزء، فاهمين؟ عايزة مثلا اقسمه ل10 اجزاء. اقسمه ازاي؟ ادي دي الوحدة اللي هي ايه المفروض تبقى ايه 1 سنتي، ماشي. الواحد سنتي ده بيمثل 2 كيلو. انا عايزه بقى اقسم تقسيمه اقل للجزئيه دي، بتبقى باخد جزء من مقياس الخط وبقسمها. ادي عندي مثلا الاتنين سنتي، الواحد سنتي اهمت، خلاص ماشي. بطلع هنا كده مثلا اي طول مثلا 2 سنتي مثلا، ممكن 4 سنتي، ممكن من 5 سنتي، بس اللي بطلعه هنا هو اللي بنزله هنا نفس الطول 2 سنتي مثلا. خلاص انا عايزة اقسم الجزئية دي ل10 اجزاء، تمام. الجزئية دي ل10 اجزاء، يبقى هقسم الطول ده لنون ناقص واحد، نون ناقص واحد. النون عندي 10، يبقى 10 ناقص 1 يديني 9 اجزاء. ماشي. يبقى انا لو انا عايزه اقسم دي 10 هقسم دي 9 اجزاء بالتساوي. لو عايزه اقسم ديت 20 يبقى اقسم دي 19 جزء بالتساوي. عايزه اقسم الوحده ديت ل15 جزء يبقى اقسم دي ل14 جزء بالتساوي، فاهمين قصدي؟ يعني اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ودي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أوصل أول واحدة بأول واحدة وتاني واحدة بتاني واحدة وتالت واحدة بتالت واحدة ورابع واحدة برابع واحدة خامس واحدة بخامس واحدة. طبعا دي لو بالمسطرة هتبقى مظبوطة اوي، فاهمين قصدي انا بعمل ايه؟ بوصل كل واحدة بالجزئية.
في الآخر هو هيقسم لي، شايفين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سمي شبكي كده عشان الحالة اللي عليها المقياس شبكي. خلاص أنا بحتاجه لما عايز أقسم جزئية معينة أو جزء من الإيه المقياس الخطي. ده بشكل عام انواع مقياس الرسم. هناخد ان شاء الله يبقى احنا دلوقتي ازاي اتعامل مع مقياس الرسم واحول من مقياس لاخر. بس دلوقتي احنا خدنا حاجتين، انواع الخرائط، وخدنا 3 انواع من الخرائط، حسب مقياس الرسم، حسب الاسلوب اللي انا بستخدمه في رسم الخرائط، ثالث حاجة حسب الوظيفة بتاع الخرائط. وبعدين خدنا أنواع مقياس الرسم، كتابي أو مباشر، مقياس نسبة أو كسر بياني، مقياس خطي، ثم المقياس الشبكي. وبكده تكون الجزء النظري في المحاضرة بتاعتنا خلص، وبالتوفيق إن شاء الله.